ونص كيلو اللحمه المفرومه بياخد نص كيلو من البصل المفروم، يعني كميه اللحمه قد كميه البصل. في ناس تقول لك لا انا بحب كميه اللحمه تبقى اكتر من كميه البصل، كده يروح معاكي شويه في حته كفته. كل حاجه وليها طريقتها، الحواوشي ليه طريقته، الكفته ليها طريقتها، البرجر ليه طريقته. البرجر ما بيحبش البصل الا لو هنكرمله عشان يتاخد مثلا في حته نوع معين من انواع البرجر. طيب الكفته ما بتحبش البيض، الحواوشي ما بيحبش البيض، يعني التست نفسه الطعم نفسه اللي بنوصل له كستات بيوت ليه حاجه معينه. زي ما قلت لك معانا لحمه المفرومه في دهون كتير، في بصل كتير، عشان كده بقول لك ان هو موفر. انا عايزه اقول لك ان انت كيلو لحمه مفرومه ده يعمل لك حاجات كتيره جدا. انا كساره بجيب كيلو لحمه المفرومه وبقسمه مع البوش ومع اللية، بقسمه على 3 أطباق، يعني أعمل في الشهر 3 مرات حواوشي. الشهر ده عملت مرتين، الشهر الجاي أعمل مرة، لأنها أكلة منجزة جدا. حاجة كمان بتكون حلوة جدا، الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر بيدي تطعيمة حلوة قوي. كمان لو موجود عندك هريسة شطة تقدر تضيفي هريسة الشطة، وبرضو حسب ولادك بيحبوا إيه. هل ولادك بيحبوا الأكل السبايسي ولا لأ؟ طب لو انا زي مثلا، لو انت زي حالاتي كده مثلا وست بيت وتيجي تعملي الاكله، بتبقي انت نفسك انت وجوزك في الشطه بس ولادك ما لهمش في الشطه، تعملي ايه؟ تعملي العجنه كلها، ما الحواوشي اسمه عجنه، عجنه اللحمه، تعملي العجنه كلها من غير شطه، يعني بلاش سبايسي. ولما تيجي بقى تعملي الرغيف هوريكي تضيفي على الرغيف بتاعك انت وجوزك الشطه. تمام. احنا دلوقتي عملنا ايه يا بنات؟ عملنا ايه؟ لحمه مفرومه زي ما قلنا بالخلطه المعينه بتاعتنا، عليها نفس الكميه بصل وشويه من الثوم المفروم، وال انت شفتي طبعا دلوقتي شويه من الثوم المفروم وشويه من الفلفل المفروم. توابلنا بقى، والسر في البهارات. بصي يا ستي هنحتاج، بصي كمان انا بحب ايه، شفتي اللي هي تنفع معاكي قوي بتبقى فظيعه، هوريكي دلوقتي هنستخدمها في ايه كمان. بصي بقى هنحتاج اهم حاجه معانا، نص معلقه صغيره من البيكنج صودا. طب لو مفيش بيكنج صودا استخدمي بيكنج باودر عادي، مفيش مشكله، الاثنين هيدوكي نفس النتيجه، بس البيكنج صودا افضل. هاتيلك كده كيس او هاتيلك شويه كده سايبين من عند العطار وحطيه عندك في الثلاجه. هتيجي تعملي ملوخيه هتاخدي منه، هتيجي تعملي كفته، هتيجي تعملي حواوشي برجر، هتلاقي نفسك بتاخدي نص معلقه صغيره على نص كيلو اللحمه. طب يا ساره لو كيلو لحمه يبقى طبعا معلقه صغيره. تمام. هنحتاج طبعا الفلفل الاسود اللي هو حبيب اللحمه، ما هي اللحمه بتموت في الفلفل في الاسود، لحمه بتموت في الفلفل الاسود زي ما انا كده بموت فيكم. كمان شويه من الفلفل الملح، بس الملح هنضيف شويه صغيرين. ليه يا ساره شويه صغيرين قوي كده؟ عشان انا جايبه معايا بهارات حواوشي، والبهارات دي موجوده عند اي عطار بتكون لطيفه قوي وبتديكي التست المطلوب. ففي بهارات بتبقى موجوده بالملح وبهارات بدون ملح، انا بحب اجيب البهارات اللي موجود فيها ملح، فبالتالي بستخدم شويه صغيرين من البهارات من الملح. طب يا ساره دلوقتي انا عايز اسالك سؤال، اموري يا روح قلب ساره، اي نوع من انواع البهارات دي اللي هي بهارات الحواوشي ايا كانت، بيبقى في شركات الكيس مكتوب عليه اي شركه بقى انت عايزه تستخدميها، الكيس مكتوب عليه من بره يكفي لعمل نص كيلو من الحواوشي، يكفي لعمل كيلو من الحواوشي. لا سيبك من الكلام ده، انا عايزه النص كيلو الحواوشي معلقه واحده فقط، مش عايزه الكيس كله. النتيجه ما بتكونش بالنتيجه المطلوبه زي لما بناخد معلقه واحده بس. اسمعي الكلام، اسمعي الكلام. كمان هناخد نص معلقه صغيره من البابريكا، يا نهار ابيض بقى على البابريكا، مناسبه قوي وجميله قوي. كمان رشه بسيطه من الكزبره، هي دي بهاراتي. كمان لو حابه تضيفي رشه بسيطه من جوز الطيب ضيفي، حابه تضيفي رشه بسيطه من بهارات اللحمه ضيفي. نعجن بقى الكلام ده كله مع بعضه كده، اعجني كده وشم الريحه، الريحه وهي نيه يا وعدي. تخيلي بقى لما بتستوي، يعني بصي على ضمانتي، البسي كده جلافزك، لان اللحوم من الصعب جدا انها تطلع من الايد والجلد، فعشان ما تبقيش متضرره ان انت لما تخلصي الاكل حتى برضو لما تغسلي المواعين بتلاقي ايديكي فيها الريحه ثابته، البسي جلافز. يعني انا دلوقتي مش عشان في البرنامج، لا انت في بيتك هتصبعي كفته، هتعملي برجر، هتعملي حواوشي، توابل مع البصل بتلزق في الصوابع وبتلزق في الضوافر، فعلى قد ما تقدري البسي جلافز. هسيلك علبه كده وحطيها في درج المطبخ تنفعك في الحاجات اللي زي دي. نقلب كله بقى مع بعضه كويس جدا. انا بموت في الحواوشي، بحب الحواوشي جدا، وانا بعمله كده ريحه طالعه كده جميله وهو ني. نعجن كده كويس قوي، ومهم قوي ان انت تعجني المكونات مع بعضها. في كمان عايزه اقول لك حاجه، ممكن تفرمي البصل فرم جامد قوي، وممكن تعملي زي مفروم الا حته. ليه؟ انا بحب احس بطعم الحواوشي زي بالظبط حواوشي الشارع،
وهوريكي دلوقتي الطريقه قد ايه سهله، وهيطلع معاكي حواوشي شارع، وعايزه اقول لك كمان هيدي لك كميه كبيره قوي. بس زي ما قلت لك اهم حاجه ان انت على قد ما تقدري تعجني. بصي كده والريحه بجد بدات تبان حاجه هايله.